السلام عليكم، السنة أولى معكم زميلتكم من محمد، فرقة تانية علاج طبيعي جامعة بنها، ودي تاني لقاء بينا النهاردة في مادة هيستولوجي 2. إن شاء الله هنكون معاكم في شابتر الأبر جي أي تي اللي هو الجاسترو انتستاينال سيستم. أتمنى تكونوا ماشيين كويس في المذاكرة والدنيا معاكم سهلة، ونكون مسهلين عليكم لو قدر القليل يعني. عشان مطولش عليكم، كوباية الشاي بتاعتنا ويلا بينا نبدأ. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن السليبري جلانس، الغدد اللعابية، وهتكلم فيها عن السليفري اساينوي، وازاي ربنا هيأهل الخلايا، كل نوع من الخلايا ان هو يفرز نوع معين من السكريشن بقوام معين ومواد معينة عشان يلائم وظيفته. تاني حاجة هتكلم عنها هي الميجور سليفري جلاندس، هتكلم عن البروتو جلاندس اللي هي الغدة النكافية، والسب مانديبولار جلاندس الغدة تحت الفكية، سب يعني تحت، مانديبول يعني فك، سب لينجوال جلاندس الغدد تحت اللسان، سب يعني تحت، ولينجوال يعني تونج يعني لسان. تاني حاجة اتكلم عنها على الدايجستيف تيوب، مكان من اول ما الطعام بيدخل الفم لحد ما يوصل للاسوفاجس اللي هو البلعوم. تاني حاجة، تالت حاجة اللي هي الاسوفاجس اللي هو البلعوم. اول حاجة هنبدأ بيها ان شاء الله اللي هي السليفري جلاندس. طيب احنا ليه اصلا ناخد السليفري جلاندس، او ايه هي اصلا اهمية السليفري جلاندس؟ فكروا كده. طبعا مهمة طبعا عشان هضم الطعام، ليها وظيفة مهمة جدا في مضغ الطعام، وبالتالي فهي بتساعد في الدايجشن. صح. تاني حاجة ليها وظيفة في الاميونيتي، لها وظيفة مناعية immune function. تالت حاجة واهم حاجة واللي كلنا طبعا بنلاحظها، ان هي ليها lubricant function، مسؤولة عن ترطيب الفم. هل هتعمل نفسك مثلا وانت قاعد بتسمع المحاضرة دلوقتي زي وانت قاعد بتتسائل في المحاضرة قدام الدكتور في الشفوي؟ اكيد لا، ده انت مبتبقاش حتى قادر تاخد نفسك، بلاش تبلع ريقك. تمام. ف السليفري جلاندس محدش يقدر ينكر وظيفتها. احنا بقى هنتكلم النهارده عن ايه؟ عن الميجور سليفري جلاند. وما دام قلت ميجور يبقى في ماينور، بس احنا مش هنتكلم عن الماينور النهارده، احنا هنتكلم ولا هنتكلم عنها خالص، احنا هنتكلم بس عن الميجور اللي هي اللارج سليفري جلاندس. عندنا ايه بقى؟ عندنا منها ثلاثه كاتيجوريز، ثلاثه انواع. عندنا تو باروتيد جلاندس، وبقول تو يعني عشان في واحده ليفت وواحده رايت، وتو سب مانديبولار جلاند موجودين تحت الفك، وتو سب لانجوال جلاندز موجودين تحت اللسان. لو احنا بصينا في الصوره هنا هنلاقي الباروتيد جلاند موجوده فين؟ موجوده عند ودننا هنا، تحط ايدك تكون صوابعك جنب ودنك بالظبط، هنا الباروتيد جلاند. تاني حاجه السب مانديبولار جلاند تحت الفك، والسب لينجوال جلاند. وفي الصوره هنا هنلاقي مبين لنا ان هي كل واحده منهم في منها ايه، زوج، واحد رايت وواحد ليفت، اتنين باروتيد، اتنين ساب لينجوال، اتنين ساب مانديبولار. طب جميل، لازم نكون عارفين كمان ان اي جلاند هتكلم عنها في الدنيا مكون مكونين رئيسيين، ستروما هتكون لي الشكل بتاع الجلاند والخلية، وبارينكيما هتقوم بالوظيفة. يعني نقدر نقول ان الستروما دي الاناتومي، والبارينكيما هي الوحدة الوظيفية او الفسيولوجي او اللي هتقوم بالفسيولوجيا بتاعتها. تمام. لو احنا تخيلنا ان احنا خدنا مثلا قط سيكشن في ايه، في رمانه مثلا، احنا مش عارفين ان الرمانه دي فيها حواليها غلاف بيحميها، او وكذلك الجلاند، يعني هي الرمانه احسن من الجلاند؟ لا، وكذلك الجلاند، فهي الغلاف اللي بيحميها من بره دي بنسميه ايه؟ بنسميه كبسول. طيب الرمانه ما بتكونش متقسمه لفصوص جواها، وكذلك الجلاند، فهي بتكون متقسمه لفصوص، اللي بيفصل بينها وبين كل فص والتاني حاجه اسمها ترابيكولي او سبته فاصل. والترابيكولي والكبسول بتكون عباره عن كونكتيف تيشو فايبرز كولاجين تايب 1، بتكون عباره عن كولاجين تايب 1. طيب هل الفصوص دي هتكون موجوده في الهواء دي، في الهواء، ولا هتكون مرصوصه على حاجه؟ اكيد هتكون مرصوصه على حاجه، هتكون مرصوصه على ايه؟ على فايبرز. طيب الفايبرز دي هنسميها ايه؟ هنسميها ريتيكولار نتورك، اللي هي باللون الاصفر دي. يبقى اللوبس دي كلها هتكون مسنوده على حاجه اسمها ريتيكولار نتورك، عباره عن فايبرز كولاجين تايب 3. يبقى احنا قلنا الكبسول والستروما عباره عن كولاجين فايبر تايب 1، والريتيكولار نتورك عباره عن كولاجين فايبر تايب 3. طب عظيم. طيب احنا قلنا ان الرمانه بتكون مقسومه لايه؟ لفصوص. الفصوص دي بتبقى جواها ايه؟ حبوب الرمان، اللي احنا ممكن نقول عليها فصيص، تصغير كلمه فص. فحبوب الرمان دي هي الايه، هي البارينكيما، هي الفانكشنال يونت بتاعه السليفري جلاند، هي المسؤوله ان هي تكون لي الصلايفه وتكون
تطلع لي السلايفا دي لحد الماوس كافيتي. ما اي جلاند هيتكلم عنها في السليفري جلاند بتفتح فين؟ في الماوس كافيتي. امال احنا هنحط عايزين يعني السلايفا هنحطها فين؟ ما احنا عايزينها في الماوس كافيتي عشان تقوم بالوظيفه بتاعتها، سواء كان لبريكيشن اميون او حتى دايجيشن. تمام، يبقى احنا كده لو تخيلنا ان احنا خدنا ايه، خدنا حبه رمانه مثلا او خليه من جوه البيول اللي هو جوه الاستروما، وخدناه بره هنا، هنلاقيه بيتكون من ايه؟ هنلاقيه بيتكون من جزء منتفخ كده نسميه الاصيناي، والدكت اللي هيمشي فيها السكريشن اللي هتكونه الاصيناي هنسميه ايه؟ دكت. يبقى جزء مسؤول عن تكوين السكريشن اللي هو الاصيناي، وجزء مسؤول عن نقل السكريشن اللي هو الدكت. عشان نلخص كل اللي قلناه في السلايد دي ايه، ان احنا الميجر سليفري جلاند 2 باروتو 2 سب باندبلر و2 سب لينجوال. اي جلاند في الدنيا سواء كانت سليفري او غيرها بتتكون من استروما وبرينكما. استروما بتكون لي الاناتومي، شكل الخلايا. اما بص لها كده الاقيها عباره عن ايه، عشان تقوم بالوظيفه دي بتتكون من كبسول عشان يحميها، متقسمه لفصوص بترابيكلي او سبته. الكبسول الترابيكلي دي عباره عن ايه؟ كولاجين تايب 1، ريتيكولار نتورك مسنود عليها الخلايا عباره عن كولاجين تايب 3، مارينكيما عشان تقوم بالوظيفه عباره عن اصيناي بيقوم بتصنيع السكريشن، ودكت بيقوم بايه؟ بنقل السكريشن ده. طب جميل، احنا قلنا ان احنا عندنا كذا نوع من السكريشن. عمال اقول سكريشن سكريشن، هو السكريشن ده اصلا عامل ازاي؟ يعني هل هو ليكويد؟ هل هو ميوكس لزج؟ طب هل هو الاثنين؟ بصراحه احنا عندنا كل ده، عندنا السيرس وعندنا الميوكس وعندنا الميوكوس. نتكلم بقى عن اول نوع وهو ايه؟ السيرس اصيناي. سيرس يعني الخلايا دي هتفرز ايه؟ ليكويد، سائل. يبقى السكريشن بتاعها هيكون ايه؟ هيكون ليكويد، ووتري سكريشن، عامل زي الميه. طيب حلو، لو احنا بقى خدنا كروس سكشن في اي جلاند من السكريشن بتاعها بيكون ايه؟ سيرس. هيكون شكل الخلايا بتاعها عامل ازاي؟ واحنا بصينا هنا الرسمه الكاريكاتيريه دي هنلاقيه ان الخلايا بتاعتها بتكون عامله ايه؟ كانها بيراميد ان شيب، شبه الهرم، والنيوكليس بتاعتها بتكون سنترال واوفال. طب حلو، الخلايا بتاعتها كبيره صح؟ اصلا مضيقه القناه، فهنلاقي اليومن بتاعتها ضيقه. يبقى السيلز بتاعتها بتكون بيراميد ان شيب، النيوكليس بتكون سنترال راوندد نيوكليس، اليوما بتكون نارو. طب ليه مش وايد؟ عشان هو ووتر سكريشن، يعني هو لو في خرم هيعدي منه عادي، فهي مش محتاجه ان هي تبقى وايد، يعني هي كده هتعدي وكده هتعدي، فاحنا كبرنا الخلايا على حساب اليوما. طب لو احنا بقى خدنا ايه، خدنا الخليه دي وخدناها هنا كده وشفنا الخلايا دي فيها ايه، هنلاقي فيها ايه تحت الالكترومايكروسكوب؟ هنلاقي ان السكريشن اللي بيطلع ده اصلا بيكون فيه جزء منه بروتين. طب ما دام انا قلت بروتين، يبقى ايه تتوقعوا ايه الاورجانيلز اللي هتكون موجوده في السيلز دي؟ فكروا ثانيه كده، خدناها الترم الاول، برافو، رافي اندوبلازميك ريتيكولوم، ومعاها ايه المسؤول عن التعبئه والتخزين؟ مين؟ جولجي اباريتس. ومعاه مين تاني بيساعده؟ الريبوزوم. طب برافو، دول كلهم بقى هيكونوا موجودين فين؟ في البيز بتاع السل، في نهايه السل من تحت. يبقى البيز بتاع السل هيكون فيه الاورجانيلز دي، هتكون مسؤوله عن تكوين البروتين في شكل حويصلات، الحويصلات دي هتطلع فوق. فهيكون البيز بتاع الخليه دي هيكون بيزوفيليك لونه ازرق، لكن السكريتوري جرانيولز اللي طلعت فوق دي هيكون لونها اسيدوفيليك، هتكون موجوده في الابيكال سيرفيس بتاع السل. يبقى ابيكال ايه؟ اسيدوفيليك ايه برضو، وبيزل بي بيزوفيليك، ازرق لان فيها الاورجانيلز اللي هتكون لي البروتين، واحمر لان فيها الجرانيولز. طب لحد هنا كويس. تاني حاجه اتكلم عنها وهي ايه؟ الميوكوس سكريشن. الميوكوس سكريشن هيكون ايه؟ شبه الميوكس، يعني فيسكت، يعني لزج، شبه العسل كده. عفوا. طيب الخلايا بتاعته بقى هتكون عامله ازاي؟ هتكون اصغر شويه. طب احنا شايفين هنا اليومن عامله ازاي؟ واسعه صح؟ ليه؟ لان ده ميوكس صعب ان هو يعدي لو مكان ضيق، فاحنا محتاجين ان احنا نوسع له اليومن. فاحنا وسعنا اليومن وصغرنا ايه؟ الخلايا، زي ما هنا كبرنا الخلايا وضيقنا اليومن، فاهمين؟ يبقى هنا ايه؟ اليومن هنا هتكون وايد والخلايا هتكون صغيره، وهيكون شكلها كيوبيدال. حتى من كتر ما هي صغيره النواه هتكون مبططه كده، هتكون ايه؟ فلات بيزل نيوكليس، النيوكليس هتكون فلات
وبيزل، والسيلز هتكون كيوبيدال ان شيب، اليومن هتكون وايد. طيب في فرق كمان مهم ما بين السيرس والميوكس، ان السيرس احنا بنشوفها تحت الميكروسكوب، الباوندرز اللي بتفصل ما بين الخليه والخليه ما بتكونش واضحه، حتى انا رسمها ده غلط، لان هي فعلا ما بتكونش واضحه، بتكون نون كلير، بيكون ليها نون كلير باوندري، على عكس الميوكس اساينوي السيلز بتاعتها الباوندرز اللي بتفصل ما بين السيل والتانيه بتكون واضحه، يبقى هنا نون كلير، نون كلير باوندري، وهنا كلير باوندري، هنا السيل بتكون بيراميد، هنا السيل بتكون كيوبويدال، هنا النيوكليس بتكون سنترال وراوندد، هنا السيل بتكون فلات وبيزل، هنا اليوم بتكون نارو، لكن هنا اليوم بتكون وايد. طب حلو، لو احنا بصينا دي ايه، دي متاخده من جلاند، لو احنا بصينا للسيلز الموجوده هنا هنلاقيها ايه، السيلز دي هي دي بس احنا كبرناها خدناها لوحدها، هنلاقي تحت في البيز بتاع السيل هنلاقي ايه رافق اندبلازم كريتيكولم وجولجي، وفوق هنلاقي ايه سكريتوري جرانيول، السكريتوري حتى لونها احمر، لونها اسيدوفيليك، لكن اللي موجودين تحت اللي هي الاورجانيلز لونها ايه بيزوفيليك، يبقى احنا قلنا البي بيزل بيزوفيليك وابيكال اسيدوفيليك. حلو كده، حلو. طيب تاني حاجة قلنا الميوكس اساينوي، الميوكس اساينوي اللي هي دي، الميوكس اساينوي دي لو احنا بصينا هنا هنلاقي دي الميوكس اسنر سيل، الميوكس اسنر سيل دي بيكون فيها ايه، بيكون فيها يعني دي هي دي بس احنا ايه مكبرينها، هيكون فيها ايه، هيكون فيها جرانيولز فيها الميوكس سكريشن بس. حلو كده، حلو. تالت حاجة عندنا بقى وهي ايه، الميوكو سيرس اساينوي، الميوكو سيرس اساينوي، الميوكو سيرس اساينوي بيكون ميكس ما بين الميوكس والسيرس، الميوكس هو الاصل، يعني هو الاصل فيها ان هي تبقى ميوكس بس احنا ضفنا عليها شوية سيرس فبقت ميكس، ميكس ما بين السيرس والميوكس. طب تفتكروا اليومي بتاعتها هتكون ضيقة ولا هتكون واسعة؟ صح هتكون واسعة، احنا قلنا ان الاصل بتاعها ميوكس، لان هي حتى لو مش الاصل بتاعها ميوكس وكانت فيها ميوكس مش هيعدي لو اليومن ضيقة، فمن رحمة ربنا ان اليومن بتاعتها واسعة عشان تعدي ايه السكريشن دي. طب نيجي اللي بعدها، نقارن بقى ما بين السيرس اساينوي والميوكس اساينوي، نفس الكلام اللي احنا قلناه، في اللايت مايكروسكوب السيل بتكون ايه بيراميد ان شيب، لكن في الميوكس بتكون ايه كيوبويدال، الباوندرز بتكون هنا نون كلير، بتكون هنا كلير، ايه في السيرس اساينوي بيكون النواة بتكون سنترال وراوندد، لكن في الميوكس بتكون بيزل وسمول وفلات، في السيرس اساينوي بتكون بيزل بيزوفيليك زي ما احنا قلنا البي مع البي بيزل بيزوفيليك، بيكون ابيكال اسيدوفيليك، بيزل بيزوفيليك لان فيها العضويات بتاعه الخليه، وابيكال اسيدوفيليك لان فيها الجرانيولز اللي فيها السكريشن والبروتين، اليومن بتكون ضيقه مقارنه باليومن في الميوكوس الصيناوي بيكون واسع، عشان كده قايلين ريلاتيف، ما انا بقارن على اساس ايه؟ يعني انا مثلا لو شفت اليومن اقدر اقول عليها ضيقه واسعه؟ لا ما ينفعش، يعني هو منين هنقول دي واسعه ودي ضيقه غير لو احنا ايه بنقارنها بحاجه، فهي الريلاتيفيتي دي معناها ان احنا بنقارن اليومن في السيرس الصيناوي بالميوكوس الصيناوي، فهي بالنسبه للميوكوس الصيناوي بقت ايه نارو، والميوكوس الصيناوي بالنسبه لها وايد. تمام تمام نيجي بقى للالكترون مايكروسكوب بنشوف في ايه على مستوى الاورجانيلز بتاعه الخليه، فاحنا قلنا ان هي فيها العضيات اللي هتكون لي ايه البروتين، فيكون فيها رف اندوبلازم كريتيكولم ايه مسؤول التعبئه والتخزين الجولجي، بيساعدوا الريبوزوم، وطبعا ده كله مش هيشتغل كده يعني ايه، مش هيشتغل، مش هيجيب بنزين منين، محتاج اي تي بي، يبقى محتاج ايه ميتوكوندريا عشان يكون لي ايه الابيكال سكريتوري جرانيولز او بنسميها الزايموجين. تمام تمام في نفس الوقت الميوكوس الصيناوي بيكون فيها ايه، بيكون فيها بعض الاورجانيلز الصغيره حوالين ايه النيوكليوس، احنا قلنا ما قلناش حاجه مهمه، ما قلناش ان السيتوبلازم كمان بيكون ايه فومي ابيرنس، هو اصلا الخلايا بتبقى كلها ميوكس فاصلا ما بيكونش في حاجه باينه منها، يكون فيها شويه عضلات صغيره والخلايا كلها ايه ميوكس، فالسيتوبلازم بيكون بيبان كانه ايه بيل اسيدوفيليك، بيل اسيدوفيليك ايه فومي ابيرنس شبه رغوه الصابون كده. فهنا في الالكترون مايكروسكوب بيقول ان هي ايه بيكون فيها فيو سيل اورجانويدز موجوده حوالين البيزال نيوكليس، والميوكوس سكريتوري جرانيولز بتكون شاغله معظم السيتوبلازم، يبقى السيتوبلازم بيكون ايه كله ايه ميوكوس فبيبان كانه ايه فومي شبه رغوه الصابون. طيب الفانكشن بتاعه السيرس اساينوي مسؤول عن ان هي تكون ايه ووتر سكريشن غني بالبروتين، مليان بروتين وانزيم، لكن الميوكوس مسؤول ان هو يكون لي سك فيسكت جلايكو بروتين ميوكس، الميوكس ما بيكونش بروتين بس، بيكون بروتين وكربوهيدرات، جلايكو يعني معناها كربوهيدرات وايه وبروتين. نتكلم بعد كده بقى عن ايه النوع الثالث وهو الميوكو سيرس
أسيناي. والميوكوسيريس أسيناي هي عبارة عن زي ما احنا قلنا ميوكو جاية من ميوكس يعني لزج، وسيرس جاية من ايه ليكويد او ووتري، فهتكون ايه هتكون ميكسد سيكريتوري يونت. هو بيقول لي ايه بقى، هي بيقول لي زي ار ميد اوف ميوكس سيكريتنج سيلز، زي ما احنا قلنا ان هي عبارة عن ميوكس بالاضافة ان هي ايه فيها ايه سمول كاب اوف سيرس سيكريتوري سيل، يعني هي عبارة عن ميوكس سيكريتوري سيل بالاضافة لايه لسيرس سيكريتوري سيلز، جاي من اسمها اصلا. طيب بعد كده بيقول ان هي ممكن نسميها ايه سيرس ديميليون. يعني ايه سيرس ديميليون؟ ديمي يعني نصف، ليون يعني ايه هلالي، نصف هلالي. اما بنبص في الرسمة هنا دي الازرق ده ايه ده الميوكس اسيناي. طيب واللي فوقها دي ايه؟ دي السيرس اسيناي. السيرس اسيناي، السيرس اسيناي زي ما احنا شايفين هنا بيراميد الانشيب وسنترال نيوكليوس، بيكون شكلها ايه نصف هلالي او ديمي ليون، بنسميه ديمي ليون. وبنسميها ايه تاني؟ بنسميه كريسنت اوف جاينوزي. جاينوزي ده مين؟ ده العالم اللي اكتشفها يعني، فاحنا سميناها على ايه؟ سميناها على اسمه. بكده احنا نكون خلصنا كلام عن اول واحده من الفانكشنال سيستم زي ما احنا كنا بنقول اللي هي ايه الاسينوي. نيجي بعد كده ايه نتكلم عن تاني حاجه وهي الدكت. الدكت اللي هي المسؤوله عن ايه نقل السكريشن من الاسينوي لحد الماوس كافيتي. طيب حلو، لو احنا مثلا ايه جينا رسمنا ايه، لو احنا قلنا ان احنا هنا واخدين سكشن في الجلاند تمام، وادي قسمناه هنا كده التربيكلي تمام زي ما احنا كنا مقسمين الاول لما كنا مشبهينها بايه بالرمون. طب احنا بقى لو قسمنا الترابيكلي دي هنقسمها لايه؟ احنا قلنا هنقسمها للوبس، واللوبس هنقسمها للوبيولز اللي هو تصغير للوبس. وادي حبة الرمان او الاسيناي اللي هي مسؤولة عن تكوين السكريشن. طيب حلو، نجيب بالون تاني عشان ايه نظبط الدنيا. الاسيناي دي لو احنا خدناها هنا وكبرناها احنا قلنا فيها اللي هو الانتفاخ ده، وبعدين الدكت. الدكت دي اللي هي ايه انترا لوبولار دكت او الانترا كاليتد دكت اللي طالعه من الاسيناي. طيب اسيناي واسيناي 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 هيطلعوا كلهم فين؟ هيطلعوا كلهم كده هيطلعوا على دكت واحده اللي هي ايه اللي هي انتر لوبولار دكت. طيب انتر لوبولار دكت هنا وانتر لوبولار دكت هنا هيطلعوها فين؟ هيطلعوا السكريشن كله فين؟ هيطلعوه على اللوب الكبير، هيطلعوه في القناه اللي هي اسمها ايه انتر لوبر دكت. يبقى هنا كده القناة اللي هتكون هنا انتر لوبر دكت، وهنا في انتر لوبر دكت، وهنا في انتر لوبر دكت، كلهم هيطلعوا السكريشن بتاعهم فين؟ كلهم هيطلعوه بقى ايه على المين دكت بره الجلاند خالص عشان يطلع فين؟ في الماوس كافيتي. كده فهمنا. يبقى اول حاجه عندنا الانترا لوبولار دكت بين اللوبيولز بين الاسيناي وبعدها، وبعدين انتر لوبولار دكت بين اللوبيول الصغيره وبعدها، وبعدين اللوبيول هتسلم لي اللوبس الكبيره، وبعدين اللوبس هتوديني فين؟ هتوديني عند المين دكت. طيب المين دكت ديت نوع الخلايا اللي فيها ايه؟ احنا عايزين دلوقتي نوع ابيثيليوم يكون قادر يتحمل التيومر، قادر يتحمل اما انت بتاكل حاجه سخنه مثلا او كده قادر يتحمل درجه الحراره دي، يبقى احنا محتاجين نوع ابيثيليوم قوي. فاحنا هي هتكون محاطة بنوع انهي نوع بسيليوم اللي يقدر يتحمل ده؟ برافو، ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. طب هيكون كيراتينايزد ولا نون كيراتينايزد؟ بما انه جوه يبقى هيكون نون كيراتينايزد، بس هي مش مكتوبة هنا، بس هو في الاول خالص هيكون ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم لان هو هيكون ايه لسه جوه الجلاند. يبقى في الاول هيبقى ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم، اول ما الضغط تبدا تظهر في الماوس كافيتي هتكمل بايه بستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، هتفتح فين بقى؟ في الماوس كافيتي. بعد كده هتكلم ايه عن اول جلاند. كل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في الاسيناي وانواع او انواع السكريشن اللي بيخرج من الاسيناي، احنا ده كله بنتكلم عن الجنرال.
يعني احنا ما خدناش كده لسه ولا جلاند اتكلمنا عنها بالتفصيل. معانا اول حاجه اللي هي ايه الباروتيد جلاند، بس زي ما احنا ثبتنا اي جلاند هيتكلم عنها هيتكلم عن حاجتين، استروما وبارينكيم، والكلام هو هو اللي هنفرق عنه بس جلاند عن جلاند. نوع السكريشن اللي هتطلعه هيكون سيرس ولا ميوكس ولا ميوكو سيرس. طيب تاني حاجة محتاجين نفرق بينها، كل جلاند بتطلع لنا بنسبة قد ايه من السليفري، التوتال سليفري فوليوم، حجم السلايفا كله اللي بيطلع كل جلاند بتطلع لي منه قد ايه. تالت حاجة محتاجين نعرفها في كل واحدة ان كل جلاند بتفتح فين، يعني المين داكت بتاعتها بتفتح فين. بس دول اهم تلات حاجات المفروض ان احنا نفرق بين كل جلاند والتانية. اول حاجه الاستروما. الاستروما احنا عارفين ان هي بتتكون من كبسول وترابيكلي وريتيكولار نتورك، صح؟ صح. الكبسول بيقول ان هي ويل ديفلوب، يعني ايه ويل ديفلوب؟ يعني سميكه، يعني هي قادره تحافظ على الباروتيد جلاند كويس قوي، يعني القشره بتاعه الباروتيد جلاند دي مش رقيقه، لا هي متكونه كويس قوي، فيها كميه كافيه من الفايبرز والسيلز اللي تقدر تحافظ عليها. دي معنى ايه well developed. لان كمان الفرق البروتيد جلاند وفي عندنا ايه البنكرياس، الاتنين بيبقى لهم تقريبا نفس التكوين. تمام، اما نيجي ناخد البنكرياس بعدين. الفرق ما بين البروتيد جلاند والبنكرياس ان البروتيد جلاند الكبسول بتاعها بيكون well developed على عكس البنكرياس بيكون ايه بيكون سن وكده. يبقى الكبسول بيكون well developed وهنا كده وبيكفر كل الجلاند من بره عشان يعمل لها ايه protection. طب الترابيكلي بتكون سك وبتكون عبارة عن سبتة بتقسمها ايه، بتقسمها اللوبس، وبتقسم اللوبس للبيولز، والريتيكولار نتورك دي اللي الخلية بتسند عليها موجودة فين في الباك جراوند اوف الاول جلاند. يبقى الاستروما نفس الكلام اللي قلناه في كل اللي فات، الكبسول بيحوطها وبيكون ايه اهم كلمة ويل ديفلوبد، والترابيكلي بتقسمها اللوبس والبيولز، والريتيكولار نتورك تكون موجودة في الباك جراوند. طيب البارينكما، البارينكما ده بقى ايه، ده اللي احنا عايزين نفرق بينه، هي ايه الاسيناي بيكون ايه بيورلي سيرس، يعني كل اللي بتطلعه بيكون ووتري سكريشن، كل السكريشن بتاعها بيكون ووتري. دي مهمه، دي مهمه هنا كده. طب الدكت بتاعتها بتتكون من ايه، نفس الكلام اللي قلناه، انترلوبيولار دكت وانترلوبيولار دكت وانترلوبر دكت والمين دكت، يعني الموجود في اي ايه في اي دكت سيستم. طيب المين دكت دي بقى بتفتح فين، بتفتح على في الانر سيرفيس اوف التشيك، يعني خدنا من جوه بتفتح عليه على حاجة عند حاجة اسمها ايه السكند ابر مولر تيس. لو احنا بصينا هنا على الصورة دي، فين دي اللي احنا بنشاور عليها، دي سناننا من سناننا من فوق، وده سناننا مين من تحت، هي بقى موجودة هنا عند السكند ابر مولر تيس، يعني هنا كده عند توس عند الضرس ده. طبعا احنا مش اسنان فايه يعني مش متمكنين قوي، بس انا الصوره دي كتبسيط يعني عشان تبقوا متخيلين، هي بتفتح عند التشيك الانر سيرفيس اوف التشيك عند السكند ابر مولر تيس اللي هو الضرس اللي عنده رقبه 7 ده. تمام. طيب تالت حاجه محتاج، دي تاني حاجه كنا ايه مهم نعرفها تالت حاجه مهم نعرفها ان هي بتطلع قد ايه من السكريشن، بتطلع 25% من التوتال سكريشن. تمام، يبقى اهم حاجه في البروتيد جلاند هي بتفتح فين، بتفتح على السكند ابر مولر توس في الانر سيرفيس اوف التشيك. نوع السكريشن اللي بيطلع بيورلي سكريشن، بتطلع قد ايه من التوتال سليفري فوليوم، بتطلع ايه 25%. طيب حلو. الصوره دي بقى قبل ما نمشي كمان احنا محتاجين نعرف ايه اللور انسيسور اللي هما ايه رقم ايه، رقم 14 ورقم 15 اللي هما ايه السنتين او النبين دول، عشان دول اللي هتفتح عليهم الجلاند اللي بتاعت السبمانديبولار جلاند اللي احنا هنشوفها كمان شوية. نيجي بقى هنا في الصورة دي، دي ايه الخلايا دي شكلها ايه، خدناها يعني عينينا خلاص اتعودت عليها، اللي هي ايه البيراميدال سيلز اللي هي موجودة في ايه في السيرس. مش احنا قلنا ان الباروتيد جلاند نوع السكريشن بتاعها بيورلي سيرس سكريشن، فهي شكلها ايه بيراميدال ان شيب سنترال راوند نيوكليس، وادي الدكتس اللي هي تفتح عليها. طيب لو احنا بصينا في الصورة هنا، دي ايه دي كده الدكت اللي انا بشاور عليه ده كده، دي كده
اللي هي السيلز دي كده الضغط. امال دي ايه؟ دي اليومن، دي اليومن اللي هيمشي من خلالها السكريشن. طيب امال فين السيلز؟ دي السيلز بتاعتنا، دي السيلز اللي هتكون لي البيورلي البيورلي سكريشن. دي كلها السيلز، دي كلها، دي كل البنك ده، ده ايه؟ البيراميدال سيلز اللي هي هتكون لي ايه؟ هتكون لي السيرس، هتكون لي السيرس سكريشن. تمام. امال دي ايه؟ ده كونكتيف تيشو اللي هو ريتيكولار نتورك. خلاص يبقى دي البيراميدال، دي الصوره اللي احنا متعودين عليها، دي اللي تحت اللايت مايكروسكوب. دي ايه؟ دي الدكت، ودي اليومن اللي يمشي فيها، وده الكونكتيف تيشو ريتيكولار نتورك، ودي ايه؟ ودي هنا كده، ودي السيلز. بعد كده هتكلم عن السب مانديبولار جلاند. قلنا صب يعني تحت، ومانديبولار يعني مانديبول، يعني موجوده تحت المانديبولار. قلنا ان هي جلاندس لان احنا عندنا زوج، واحد في اليمين وواحد في الشمال. هتكلم عن ايه؟ استروما وبارينكيما زي اي جلاند. الكبسول بيكون ايه؟ برضو ويل ديفلوبد زي ايه؟ زي ال الباروتيد جلاند، وبيكون وبيكفر الاول جلاند. الترابيكلي بتقسمها اللوبس والبيولز. الريتيكولار نتورك عباره عن الباك جراوند، نفس الكلام اللي احنا قلناه. طيب نيجي بعد كده لايه؟ للبرينكيما. البرينكيما بتاعتها بتتكون من ايه؟ الاصيناي اللي هتكون لي الاصيناي اللي هتكون لي السكريشن، والضغط اللي هتنقل السكريشن. الاصيناي بتكون لي هي نوعها ايه؟ ميكسد ميوكوسيرس اصيناي. ميكسد مهمه، اهم اكيد اهم كلمه احنا قلناها في السب مانديبولار جراند لحد دلوقتي. هنا كده السيرس دي مليون از بريزنت، يعني ايه؟ يعني هي موجوده، يعني هي عباره عن ادي الميوكوسيرس، ادي الميوكوسيرس اللي احنا رسمناها قبل كده، وادي البيراميدال ايه؟ وادي البيراميدال سيلز، يعني انتوا اعتبروها بيراميدال. نرسمها كويس. مش هي بتبقى نصف هلال من كده؟ بتبقى نصف هلال من فوقها صح؟ يبقى هي ميكسد. بيقول لي ان هي ميكسد ميوكوسيرس اساينويس، بيكون فيها ايه؟ سيرس دي مليون، يعني دي الميكس دي ده الميوكوس، وده ايه؟ وده السيرس. طيب الدكت تتكون من ايه؟ نفس الدكت سيستم، انترلوبيولار انترلوبيولار انترلوبر، والمين دكت. المين دكت بتفتح فين بقى؟ في الاورال كافيتي، بوستيريور للور انسوسور توس، اللي انا سموريهم ليكم، اللي هما ايه؟ اللي هما عند السنتين. تعالوا نشوفهم تاني، اللي هما ايه؟ رقم 14 و15. يبقى اهم حاجه في السلايد دي انا عايزه منها اعرف ايه؟ اعرف ان هي ميكسد ميوكوسيرس وفيها سيرس دي مليون. الضغط بتفتح على البوستيريور لي اللي هو الانسر توس. نسبتها كام من توتال سليفري فوليوم؟ نسبتها 70%، نسبتها 70% ميكسد، بتفتح على اللور انسر بس. خلاص كده خلصناها. نيجي نشوف، ادي ده البيراميدال تمام، ودي ايه؟ دي الكيوبويدال. دي الكيوبويدال اللي هي الميوكس، ودي البيراميدال اللي هي السيرس. طيب نيجي للالكترو بتاعه الالكترون ميكروسكوب. ادي الضغط، ادي الضغط. وادي الغامقه دي، دي السيرس. طيب والفتحه دي، دي الميوكس. يبقى الفتحه دي الميوكس، والغامقه السيرس. نيجي بعد كده للسب مانديبولار جلاند. السب مانديبولار جلاند بتكون من استروما وبارينكيما بنفس الكلام، ويل ديفلوب بتكفر الاول الجلاند. الترابيك اللي بتقسمها للوبس والبيولز. الريتيكولار موجوده في الباك جراوند. البارينكيما عباره عن ايه؟ دي اهم حاجه، ميكسد ميوكوسيرس. يبقى احنا خدنا واحده ايه؟ واحده بس هي اللي كانت بيورلي سيرس، والاثنين التانيين كانوا ميكسد ميوكوسيرس. اول واحده الميكوسيرس الاولانيه كانت نسبه كام؟ نسبه 70%، لكن دي بنسبه كام؟ بنسبه 5%، فدي اصغر جلاند فيهم. يبقى نفهم من كده ايه؟ ان هي اصغر جلاند فيهم. الدكت بتتكون من ايه؟ الدكت سيستم كله، بس اهم حاجه ان هي بتفتح فين؟ نير السب مانديبولار دكت، بتبقى جنبها. يبقى اهم، يبقى السلسله كلها مش عايزه منها حاجه غير ان هي بنسبه 5%، وبالتالي هي اصغرهم. الاصيناي ميكسد ميوكوسيرس، يعني بيطلع لي ميوكوس، بيطلع لي سيرس. الضغط بتفتح فين؟ بتكون قريبه من السب مانديبولار ضغط كده. ايه
اهي دي كلها ايه؟ ميوكوسيرس. ميوكوسيرس ادي كده السيرس، دي الميوكوس والغامقة سيرس، بس كده. نيجي بعد كده للدايجستيف تيوب. اي تيوب عندنا، اي حاجة مجوفة من جوه، نكون عارفين ان هي بتتكون من فور لير: الميوكوزا والسب ميوكوزا والمسكولوزا والادفنتيشيا. يبقى الميوكوزا والسب ميوكوزا والمسكولوزا والادفنتيشيا. الميوكوزا دي بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن ايبيثيليوم، هنا كده ولامينا بروبريا كونكتيف تيشو. وبعد كده والسب ميوكوزا، وايه الفرق؟ نيجي بعد كده اهم نقطة اللي هي ايه الفرق بين السيروزا والادفنتيشيا. السيروزا دي بتكون عبارة عن كونكتيف تيشو وايه والغشاء اللي هنا كده، والغشاء والميثيليوم بيكون عبارة عن كونكتيف تيشو وابيثيليوم. الابيثيليوم ده ايه؟ اللي هو احنا بنقول عليه ايه؟ الغشاء البروتوني اللي هو بيغطي غشاء البروتوني اللي هو بيغطي ايه؟ بيغطي الاورجان ده. لو احنا عندنا ابيثيليوم كونكتيف تيشو نقول عليها سيروزا، عندنا كونكتيف تيشو بس بنقول عليها ايه؟ ادفنتيشيا. طيب بعد كده عندنا الاسوفيكس برضو فور لير، اللي هو ميوكوزا والسب ميوكوزا والمسكلوزا والسيروزا او الادفنتيشيا. طيب هو اصلا بيوصفه لي الاول بيقول ان هو ايه؟ ستريت. احنا قلنا لو بصينا هنا في الصوره فهو جاي من اول ايه، بيوصل ما بين الفارنكس لحد الاستومك، من اول الفارنكس لحد الاستومك. امال اللي قدامه ده ايه؟ دي التراكيه، القصبه الهوائيه اللي انتوا خدتها في الريسبيراتوري. ادي الاسوفاجس اللي هو الانبوبه الطويله دي، ودام انبوبه يبقى بتتكون من ايه؟ من فور لايرز. طيب بيقول لي بقى ان هو ستريت، طويل، ستريت، لونج، نارو، ضيق، عباره عن ماسكولار تيوب، يعني فيها هيكون فيه ماسلز. هنا كده طوله قد ايه؟ 10 انش، والواحد انش بيساوي 2.5 سنتي. فجاء مثلا الدكتوره قالت لك هو في الامتحان بيساوي كام سنتي، هتضربي لي العشرة في كام؟ في 2.5. مفهوم؟ يبقى ايه؟ ناخد بالنا هي الدكتوره جايباها بالانش ولا جايباها بالسنتي. لو جايباها بالانش يبقى طوله قد ايه؟ 10 انش. لو جايباها بالسنتي نضرب 10 في 2.5. هنا كده طب احنا قلنا ان هو بيكونكت بايه؟ الفارنكس. هنا كده بالاستومك، وبتكون من 4 لير اللي هم ايه؟ قبل ما نقول الاربعه لير تعال نشوفهم على الرسم. ادي الاسوفاجس بيربط بين الفارنكس والاستومك. لو احنا خدنا ايه حته، الحته دي كده جينا كبرناها، هنلاقيه بيتكون من ايه؟ من الفور ليرز اللي احنا قلنا عليهم: الميوكوزا والسب ميوكوزا والماسكولوزا والادفنتيشيا. الادفنتيشيا قلنا ان هي عباره عن كونكتيف تيشو. طيب والميوكوزا عباره عن ايه؟ عباره عن ايبيثيليوم، هنعرف بعدين نوع الايبيثيليوم ده، وعباره عن لامنا بروبريا، وعباره عن ماسكولاريز ميوكوزا. طيب والسب ميوكوزا عباره عن ايه؟ عباره عن سب ماسكولاريز جلاند، بيكون فيها جلاندس وبيكون فيها بلود فيسلز وبيكون فيها لينف وبيكون فيها نيرفز. والماسكولاريز بروبريا بيكون فيها ماسلز سيركولار ولونجيتيودنال وبيكون فيها نيرفز. نقول الكلام اللي في السلايد الاول عشان ايه؟ انا حاسه ان انتوا كده تايهين هنا. نتكلم على السفكس الاول من السلايد عشان نعرف الدكتوره عايزه تقول لنا ايه، وبعدين نبقى نشوف الرسمه براحتنا. زي اي انبوبه ليها تجويف، بتتكون من فور لايرز: ميوكوزا وسب ميوكوزا وماسكولوزا وادفنتيشيا. تمام تمام. الميوكوزا دي عباره عن 3 لايرز مع بعض، عباره عن ايبيثيليوم لايننج. الايبيثيليوم ده بالعقل كده هو موجود عشان يتحمل التيومر، وموجود عشان يتحمل اي انجري. يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين استراتيفايد سكوماس ايبيثيليوم، صح؟ ما هو مش معقوله اما اشرب مثلا شوربه سخنه ولا كده تحرقني، تسبب لي يعني ما احنا بنشرب شاي مثلا بنشرب حاجه سخنه، هل هي بتحرقني من جوه؟ يعني هل السفجس بتاعي ده بيتحرق بتلسع؟ لا، لان نوع الايبيثيليوم اللي فيه يعني ربنا خلقه استراتيفايد سكوماس ايبيثيليوم بالذات عشان يتحمل الحاجات دي. طيب بيكون كيراتينايزد ولا نان كيراتينايزد؟ مفتوح على السطح؟ لا، جوه الجسم، صح؟ يبقى نان كيراتينايزد. يبقى نان كيراتينايزد استراتيفايد سكوماس ايبيثيليوم. وبعدين اللامينا بروبريا عارف معروف ان هي بتكون ايه؟ لوس كونكتيف تيشو. طيب الماسكولاريز ميوكوزا، الماسكولاريز ميوكوزا الحته دي مهمه، الحته دي مهمه وبتيجي في الفاينل كتير.
بتيجي في الامتحانات عموما كتير. inner muscular و outer longitudinal smooth muscle. inner muscular و outer longitudinal. بص هنا في الصورة، ادي الميوكوزا. الميوكوزا دي احنا قلنا عبارة عن 3 layers، epithelium و lamina propria و muscularis ميوكوزا. الابيثيليوم non keratinized stratified squamous epithelium. اللامينا بروبريا عبارة عن لوس كونكتيف تيشو. تالت حاجة المسكولاريس انر سيركولر من جوه الأول، انر سيركولر وبعدين اوتر لونجيتيودنال، والاتنين سموث مصل. بعدين الساب ميوكوزا عبارة عن ايه؟ عبارة عن لوس كونكتيف تيشو، عبارة عن لوس كونكتيف تيشو. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا المسكولوزا. المسكولوزا بتكون عبارة عن مصل. طيب احنا عندنا ايه؟ الاسوفيجس فرضا ان هو كده، اول تلت بيكون عبارة عن ايه؟ استرياتد مصل، بيكون عبارة عن استرياتد مصل. واللور تلت اللي هو ده بيكون عبارة عن ايه؟ سموث مصل. يبقى ده استرياتد مصل وده سموث مصل، ده استرياتد مصل وده سموث. امال الانر الميدل تلت بيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن ميكس من الاسترياتد مصل و السموث مصل. طيب هل هم اصلا فولانتير ولا نون فولانتير؟ وانت تقدر تتحكم في البلعوم بتاعك؟ ما تقدرش، صح؟ يبقى كلهم ان فولانتري. هتقولي ازاي هي ستريتد وان فولانتري؟ هقول لك. طب ما الهارت ستريتد ونون فولانتري هي نفس الفكره. يبقى هو ستريتد في الابر تلت وبيكون سموث في اللور تلت، والحته دي مهمه وبتيجي في الفاينل. وفي الميدل تلت بيكون ميكس ما بين الستريتد مسل فايبر والسموث مسل فايبر. اخر حاجه عندنا ايه؟ الادفنتيشيا، واللي هي بتكون عباره عن لوز كونكتيف تيشو. نرجع للصوره تاني، ادي الاسوفاجس بتاعنا. بعدين خدنا منه ايه؟ خدنا منه قد سيكشن. اتكلم اول حاجه عن الميكوز، قلنا ان هي 3 ليرز، ابيثيليوم نون كراتينيز سيرفيس كوماس ابيثيليوم، لامينا بروبريا عباره عن كونكتيف تيشو، الماسكولاريز ميكوزا عبارة عن ايه؟ inner circular و outer longitudinal. بعد كده عندنا ايه؟ submucosa. submucosa قلنا هي عبارة عن connective tissue وبيكون فيها ايه؟ connective tissue وبيكون فيها lymph وبيكون فيها glands وبيكون فيها nerve fiber nerve plexus، بنسميها مزنر، هناخدها في اخر المحاضرة. بعد كده عندنا ايه؟ المسكولاريز layer. المسكولاريز بتكون عبارة عن ايه؟ circular وبعدين longitudinal. في اول تلت بيكون ايه؟ بيكون استرييتد، واللور تلت بيكون سموس، والنص بيكون ميكس من الاستريتد والسموس، وكلهم اصلا انفولانتري. يبقى الاول تلت بيكون استرييتد، اخر تلت بيكون سموس، النص ميكسد، كلهم انفولانتري. ادفنتيشيا كونكتيف تيشو. كده خلصنا. ودي اليومن اللي بيمشي فيها ايه؟ الطعام. نيجي للصور دي تاني، ادي الميوكوزا. من هنا اللي هنا كده الميكوزا عبارة عن ايه؟ استراتيفاديس كوماس ابيثيليوم نون كراتينايزد لامينا بروبريا، اللي هي عبارة عن كونكتيف تيشو، ماسكولاريز ميكوزا انر سيركولار اوتر لونجيتيودنال. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا الساب ميكوزا اللي هي لوس كونكتيف تيشو. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا الماسكولوزا عبارة عن ايه؟ اول تلت استرييتد، اخر تلت سموس، اللي في النص ميكس من الاسترييتد والسموس، كلهم اصلا انفولانتري. اخر طبقة اللي هي ايه؟ الادفنتيشيا، اللي هي عبارة عن ايه؟ كونكتيف تيشو. بس دي صورة بي اللايت ميكروسكوب، اللي هو الخط المتعارك ده الابيثيليوم، اللي هي ايه؟ طبقة الميوكوزا. وبعد كده عندنا ايه؟ الساب ميوكوزا اللي هي بتكون كونكتيف تيشو. وبعدين عندنا ايه؟ الماسكولاريز اللي هي بتكون ايه؟ اول تلت بيكون ستريتد، اخر تلت بيكون سموث، اللي في النص ميكس، وكلهم ان فولانتري. اخر حاجة الكونكتيف تيشو بتاع الادفنتيشيا. كان شويه نوتس كده الدكتوره ايه كتبتهم في نص المحاضره. احنا قلنا ان احنا عندنا الميكوزا وعندنا الساب ميكوزا والماسكولوزا والادفنتيشن، ده ما فيهوش جديد. الجديد بقى ان الجي اي تي بيكون ليه بتغذى النيرف النيرف اللي بتغذيه تو بلكسس. عندنا ميزنرز بلكسس بتكون موجوده فين؟ في الساب ميكوزا. وعندنا ايه؟ عندنا اوربكس بلكسس بتكون موجوده في الماسكولوزا. ولو حصل اي حاجه للاثنين دول بيحصل لي حاجه اسمها ايه؟ ده بيقول لك ده ان هو عنده ايه؟ القولون العصبي ما بيستحملش كده، فهمنا؟
طيب وبعدين بتقولي ايه ان الميوكوزا واللامنا بروبريا والسب ميوكوزا بتحتوي على ايه؟ جلاند وليمف جلاندس جلاندس وليمفاتكس ونيرف فايبرز زي ما احنا قلنا في اللامنا بروبري، والجلاند بتاعت الاسوفيجاس والميوكوزا والسب ميوكوزا ميوكوس جلاند. دي مهمة، ده سؤال مهم، ده سؤال مهم ان هي بتكون ميوكوس جلاند. طيب نسألك سؤال كده، هي ده ميوكوس جلاند يبقى السيلز بتاعتها ايه؟ شكلها ايه؟ كيوبويدال مظبوط، النيوكليوس فلات وبيزل صح كده، كده صحيح. بس بعد كده ايه الجلاند بتاعت الابر واللور لامينا بروبريا بتكون ايه؟ بتكون باروتيد جلاند. بص الجلاندز بتاعت الجلاندز بتاعت الميوكوزا والسب ميوكوزا بتكون اسوفيجيال جلاند تمام، لكن الجلاندز بتاعت الابر واللور لامينا بروبريا بنسميها باروتيد جلاند، والجلاندز دي بتكون ميوكوس جلاند. تمام تمام كده الحمد لله احنا يعتبر خلصنا. انا بس ايه هأكد على كام حاجة كده، هأكد هنعيد تاني على على الحاجات اللي ايه اللي الدكتورة ايه بتجيب فيهم أسئلة. هنمسك كل سلايد ونقول ايه الحاجات المهمة. نوع الكولاجين فايبر هي لقيته الدكتورة لقيته في المحاضرة، نركز عليه. نركز على شكل السيلز ان هي هنا كده، هنا بيراميدال وهنا كيوبيدال، ونركز ان هنا مفيش الباوندرز ما بتكونش واضحه، هنا بتكون واضحه، وهنا البيزال بيزوفيليك لكن الابيكال بتكون اسيدوفيليك، هنا اليومي بتكون نار لكن هنا بتكون وايت، نركز ان هنا بيكون في بروتين لكن هنا جلايكوبروتين. نركز على النقط دي، وان الميكس بيكون دي مليون نصف هلالي. نوع الإبسيليم، نوع الإبسيليم في أي شابتر مهم 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 من هنا لبكرة، نوع الإبسيليم مهم، نوع الإبسيليم مهم. بعد كده الباروتيد جلاند، أي جلاند أي جلاند نركز فيها، احنا قلنا نركز فيها 3 حاجات، نوع السكريشن، نسبة السكريشن بتفتح فين. الدايجستيف تيوب والاسوفاجس نركز على المسلز الانر بتكون لونجيتودنال ولا لوت ولا لونجيتودنال ولا الاوتر بتكون يعني الانر سيرك بتكون الانر بتكون سيركولار والاوتر بتكون لونجيتودنال. انتوا كده حافظين لسه بقى ما بناخد الاستومك والبنكرياس والليفر والحاجات دي، لازم تكونوا مركزين عشان ايه تقعدوا تعرفوا تفرقوا بينهم كده. ونركز على حكاية الانش والسنتي عشان الدكتورة ركزت عليها وقالتها، ونركز عن ان الابر تلت ايه استريتد واللور سموث واللي في النص مكسد وكلهم ايه انفولانتري. ونركز على البليكسس ان المسنر موجود في السب ميكوزا والاوربكس موجودة في الماسكولوزا لان الدكتورة برضو اللي قالتهم، والجلاندز لما تكون موجوده في الابر واللور اسوفاجس بتكون اسوفاجيال جلاندز عادي، والجلاندز لما تكون موجوده في لامنا بروبريا بنسميها ايه باروتيد جلاند. احنا كده الحمد لله خلصنا، يعني اتمنى ما تكونوش مليتوا مني، ونتقابل ان شاء الله في محاضره تانية. ربنا يوفقكم يا شباب، والسلام عليكم.